تنقدم له مردود بيه الحمد لله وان شاء الله نخليو بلايستاسيون بيه في المانيا وان شاء الله ربي معنا. جودي بدل اللعب لليسار كرة طويلة ترجع بالراس النجم السادس 16 انتصار زوج تعادلات واربعة هزايم محترم وفريق كبير برشا واللاعبين القدم معروفين واسماء رنانة واسماء كبيرة برشا حتى على مستوى حراسة المرمى تكون تقريبا نصف ساعة لعب في الفترة الأولى ونتيجة بالنسبة للفريق جوهرة الساحل العكاشي قداش من الكورة خذاها في منطقة 18 تقريبا خذا خمسة ستة تلعب الركنية كرة خطيرة يخرج فريق بن مطفى كرة مازالت خطيرة التسويبة وترجع من الدفاع كرة خطيرة مازالت في الثاني على النجم الرياضي الساحلي كرة في اتجاه رضوان الفالحي التوزيعة وتمشي روحي هذه أجمل سرحة النجم كرة طويلة في اتجاه أحمد العكاشي سريع أحمد العكاشي أحمد العكاشي يتوغل في 18 أحمد العكاشي وتدخل الدفاع ويربح ركنية زرتي قابلوا في 105 مباراة في حساب البطولة على سباقية للنجم تبعوا الهجمة هذه لسيلفا سانتوس في اتجاه أحمد العكاشي أحمد العكاشي وتدخل الدفاع كرة خطيرة وبين دانيلو بترولي وهذا يوضح انه النجم على مستوى الفردي موجود وصحيح وشفناه في يلزم اللاعبين بنزرت يعرفوا انهم يلعبوا في فريق كبير يعرفوا انه البطوله مازال كرة طويلة لصالح فريق الجمارك ولكن بعد هذه كانت بدايتها في التحكيم موسم 99 وانا للإشارة الدولية من 2008 وحتى كرة في الجهة اليسرى كرة مرفوعة او تلعب ارضية هذه الكرة الكرة ما زالت عالية لكن الكرة على الارض الان براس اللي طبعا يتواجد فيهم بالاسر والجمارك كرة تعود ابعاد عن طريق كرة تعود بهجوم معاكس في مصلحة طريق النصر تعود بهجوم معاكس وتدخل ممتاز عن طريق مقطوعة بين الفريقين تعود مرة أخرى الخافي إلى إبراهيم شكلاوون عماد الخافي وكاد أن يخطي مدافع فريق الاتحاد المصراتي الكرة تخرج في اتجاه اللاعب رقم 6 لاعب فريق عز الدين الشريف وكورة لاعب أحمد العباني كورة ملعوبة تعود مدافعي فريق